نحن اليوم بجهاز التعبئة والإحصاء محاولة منا لمعرفة حقيقة الأمور حول الوقفة الاحتجاجية التي قام بها بعض العاملون بجهاز التعبئة والإحصاء أول أمس يوم 25/3. جئنا لنسمع من الطرف الآخر حقيقة هذه الأمور. تعرف بحضرتك وتشتغل إيه؟ أنا هدى مصطفى عطية في إدارة التعاون الدولي، بشتغل كمدير إدارة من سنة 91 في الجهاز. اتعلمت واستفدت كتير من خلال دورات تدريبية وسفر للخارج ومدورات تدريبية داخل الجهاز. حضرتك يعني اكيد طبعا عارفة بالوقفة اللي هم عملوا بيها بعض العاملين هنا، ايه رأي حضرتك فيها؟ وهل حضرتك بتشعري بالظلم اللي هم بيقعوا فيها يعني واقعين فيه، ولا في اختلاف عن الموضوع ده؟ انا سمعت طبعا عن بعض المطالب اللي كانوا بيقولوها في الوقفة الاحتجاجية، وده من خلال الاجتماع اللي عمله رئيس الجهاز اللي هو بكر جندي امبارح. كان اجتماع، احنا هو بيعمل سياسته ان هو بيعمل اجتماع دوري كل شهر بيعرض فيه اهم الانشطة اللي تم انجازها في خلال الشهر، سواء من دورات او نشاطات خارجية. بالنسبة للاجتماع الامس اللي قام بيه لواء ابو بكر الجندي، ايه اللي دار فيه بالظبط وايه اللي حصل فيه؟ يعني ايه كان ايه موقفه مثلا من الناس العاملين، بعض العاملين اللي قاموا بالوقفة دي، ايه موقفه من الحاجات دي؟ الاجتماع ده اجتماع شهري دوري بيحصل كل شهر، بيتم فيه مناقشة كل الأنشطة والفعاليات والدورات سواء خارجية أو داخلية تمت في الجهاز، وحضرها ممثلون للجهاز في الخارج. بيجوا بيعرضوا اللي تم وإيه اللي حصل وأوجه استفادتهم إيه علشان يفيدوا زملائهم، لأن كل لو في مثلا تكرر ورشة أو موضوع هيتعرض ممكن يتعرض مرة واتنين علشان يوصل لأكبر قدر ممكن من العاملين في الجهاز اللي هم مفروض بيخرجوا وينقلوا لزمايلهم، وده يعني تقليد احنا متعودين عليه بقالنا فترة. سمعنا امبارح في الجهاز من اللواء بكر ان في بعض العاملين قاموا بوقفة علشان بعض الاحتجاجات على يعني امور هي مش عاجباهم في الجهاز بتحدث، منها ان العقود، بعض العقود محتاجين ان هم ما تعينوش، وبعض المعينين برضو اعترضوا على ان مفيش زيادة في المرتب بقالها فترة، ويعني واخدوا أسوة الجهاز المحاسبات والزيادة اللي حصلت فيه وبعض الجهات الاخرى. في كمان اعترضوا على بعض الامور الماليه اللي بيوجه الصرف اللي بتتم في الجهاز، وكان بناء على كلام اعتقد ان هو غير رسمي. طب ان كان ايه تعقيبه مثلا عن ان في ناس بتقول ان هي بتاخد مرتبات قليله، في حين ان في ناس تانية بتاخد مرتبات عاليه قوي، في ناس بتقول مثلا هي ما بتعينتش وفي ناس تانية بتتعين على طول، كان ايه تعقيبه على كل المشاكل دي؟ هو الحقيقة اللي هو بكرة مسك أمر واتكلم فيه. بالنسبة للزيادة المالية طبعا هو وضح ان مش كل جهة زي التانية، وان بالنسبة للجهاز هو كان بيحاول لأكتر من مرة ان هو يجيب اعتماد بزيادة مالية، وان هو وفق الحمد لله ان هو يجيب الزيادة دي مؤخرا بالرغم من ظروف الدولة. في حاجة تانية كمان اللي هو بالنسبة للعاملين المؤقتين، وان دي هو بيحاول استمرار مع وزارة المالية والتنظيم والإدارة عشان يجيب درجات مالية ان هو يوفرها للعاملين. وفي مجموعة تعينت فعلا، كانوا معترضين ان في مجموعة من اوائل شباب خريجين الجامعات اتعينت في الفترة الاخيرة، وده لان ده قال لهم ان ده حقهم المهدر بقاله سنين طويلة وهم اخدوه. فاعتقد ان الناس الحمد لله يعني اقتنعت امبارح وفرحت كمان بالزياده الماليه اللي هو قدر يحصل عليها. معين نوفل، انا حنان اسماعيل نوفل من الجهاز المركزي الاحصاء، بقالي 30 سنه من العاملين تعبئه واحصاء. انا في الاحصاء احصاءات حيويه، بقالي 30 سنه في الجهاز. انا كل هتكلم فيه بقى حاجه اهم واخطر للجهاز بتاعنا. انا في الجهاز ده بقالي 30 سنه، الجهاز ده فيه كوادر كانت مهمه جدا في الاحصاء ودكاتره وماجستيرات. انا بتكلم في حاجه ان رئيس الجهاز بتاعنا كل الشغل بينسبه لنفسه، مع ان الجهاز ده حجمه مش قليل، ناسه مش قليله، البيانات بتاعته مش قليله. وبعدين احنا مجرد ان احنا بنعمل بيانات، بمعنى اصح بنخلق بيانات او بنوظف بيانات لشخصيات معينه، ما فيش اصلا غير ان انا للوزير الفلاني عايز بيان فعالج له الموضوع، الرئيس الوزراء عايز بيان، وده كنا بنعمله في البطاله
ونقلل نسبة البطالة من احنا بنعمل العمالة. دخلنا الستات اللي بتربي فرختين بعملناها عمالة، دخلنا اللي بيشتغل ساعة واحدة في اليوم بنقول ده عمالة، دخلنا كل واحد ساعة في اليوم، واحد بيشتغل ساعة في الأسبوع. محمد ما عمل لقاء قدمك لأي حد بعد إذنك. ساعة في الأسبوع بشتغلها، أو الراجل بيعمل ساعة، لو عمل ساعة أنا بعتبره عمالة وعلي نسبة العمالة. أنا عمالة لصالح مين كده أنا بطلع نسبة العمالة، ولصالح مين أنا بطلع نسبة البطالة؟ أنا بكذب وجهازي بيكذب، أنا مش عايزة كده، أنا عايزة جهازي محترم. الجهاز ده إحنا ناس بنعمل بيانات محترمة، وبعدين كل الكوادر هنا ميتة، أي شغل منسوب لو أنا طلعت الداتا بتاعتي صح أنا بموت، مفيش داعي، مفيش لي شغل. أنا طلعت قبل كده بيانات، عملت كواليتي كنترول في التعداد، اشتغلت على ناس بعد كل شغلهم كان غلط، والكواليتي وساعتها الكول سنتر طلع الناس دي شغلها غلط، وفي الاخر انا جيت هم ما شاء الله خدوا وكيل وزاره ورئيس قطاع الناس، عشان عيب ان واحده صغيره كده تعمل عليهم شغل. وانا جيت اتنقلت من ما كنت في مكان محترم في مركز الابحاث اللي هو يمكن صانع اكتر مكان انا بقوله منسوب ومبسوطه بيه، لان مركز الابحاث ده طلع احسن ناس. المركز ده مات لانه كله ماجستيرات ودكاتره، ماجستيرات احصاء ودكتوراه في الاحصاء، مفيش واحد نصاب له شغل ولا نصاب له بتاعه، بالعكس راح جاب لهم واحده من التعبئه رئيس وكيله وزاره ورئيس القطاع ما شاء الله عليها كل مؤهلاتها ان معاها بكالوريوس. عملت ايه؟ انا ما اعرفش مدام راويه بكالوريوس ايه، خبرتها يعني شبه معدومه، بس مجرد انها مرات الفلاني فما شاء الله خدت من وكيل وزاره لرئيس قطاع، علشان هي عملت له حاجه واحده، اكتر حاجه عملتها بسم الله ما شاء الله تنسب لها في القوى العامله، ان هي زودت العماله لما دخلت الستات اللي بتربي فراخ. الست اللي بتربي فرختين في بيتها زودناها بقت عماله، الست اللي بتراعي بيتها بجاموسه ولا مش عارف ايه عملناها عماله، فلما علت العماله كافئناها الحمد لله، رئيس الجهاز كافئها واداها وكيله وزاره ورئيسة قطاع. يعني بمعنى اصح لما بنكذب احنا بنعلى، لما بنقول الحقيقه احنا بننزل تحت. واخر حاجه عملها لنا في اجتماعنا راح قال ابشروا انا جبت لكم حاجه كنت مستنيها من سنين، ايه سيادته اللي مستنيه من سنين؟ جاب لنا خبير في الاحصاء من بره الجهاز، ما يجيبش كام 30 سنه عشان احنا اصلا ناقصين خبره، لا الجهاز مليان خبره. احنا عندنا، انا بقولها على الملا، انا عندي فعلا والله في مركز الابحاث وفي الجهاز كله ناس قربت على الستين، وبرغم كده لسه واخده الدكتوراه لانهم بيحبوا العلم وبيحبوا الاحصاء وبيحبوا الجهاز، لكن هو موتهم، وبالتالي الناس دي بقت تشتغل بره. ده غير الابحاث اللي احنا مجرد الناس بتتكلم فيها، انا مش هقول لا، كله مستني الفرصه. هو ما يموت الكوادر دي، خلى الناس مجرد منتجه بيان حتى ما بتعرفش، مجرد ان انا حته اله صغيره. ده غير الشباب بقى، نتكلم في اولادنا الشباب الجداد، الشباب الجداد حاططهم فين؟ اللي بيتكلم يقول انا شباب، واللي اولاد، الشباب اولادنا كلهم بيشتغلوا يا عيني داتا انتري في الحساب الالي، بكالوريوسات وماجستيرات، واولاد يا عيني ما شاء الله عليهم اللي بيتكلم احنا بنحب الولاد، عمل لهم ايه؟ ولا حاجه، حاططهم داتا انتري، لانه فعلا مع انه المفروض يتوزعوا في الادارات علشان انقل واعمل كوادر جديده، لكن للاسف اعمل كوادر جديده ليه؟ والكوادر دي هتطلعني انا ايه؟ للاسف رئيس الجهاز بتاعنا نفسه خبرته ايه في الاحصاء؟ معاه ايه؟ كان قبليه واحد الدكتور مختار هلوده، كان راجل عسكري بس معاه دكتوراه، وكان بيحب العلم وكان بيودي الناس تتعلم عشان هو فاهم، لكن هو ما بيحبش حد يقف قدامه اساسا ذو علم، لا هو ديكتاتور وبينسب البيانات لنفسه مش اكتر، وبيعالج البيانات لحسابه ولحساب رئيس الوزراء وحساب عشان الكرسي، لكن عمره ما خاف على مصر ولا حب مصر ولا اتكلم في مصر. الجهاز بتاعنا ده جهاز مهم جدا جدا جدا، احنا بياناتنا مفروض ان احنا بناخد مرتبات وبيتصرف الجهاز عشان حاجه واحده، ان انا بعمل القاعده الاساسيه للموازنه العامه للدوله، لو في خراب في البلد ووصلنا للديون اللي احنا فيها دي فالجهاز ده ساهم فيها، رئيس الجهاز واللي قبله ساهموا فيها، ساهم فيها بالكذب، لما نروح نودي مليارات الفلوس في مشاريع وهميه، لما ندي داتا وهميه، ولما اقول ان انا الشيء الفلاني او المدارس انا عندي بدي ولاد في سن مش سليم، ابقى انا بضلل
وبهدر مال عام وببهدل البلد. الجهاز ده نفسنا حاجة واحدة، يبقى محترم والناس اللي فيه تبقى محترمة، والداتا بتاعتي تروح مكانها الطبيعي للجهاز، تروح لمجلس الوزراء علشان خطة البلد مش أكتر ولا أقل. أنا مفروض بشتغل كده، يا إما إحنا بقى، أنا شخصيا واحدة من الناس بقول حل الجهاز وقعدنا كلنا في بيوتنا وينصب كل شيء لرئيس الجهاز كفاية قوي ويطلع هو كل البيانات. لكن مساهمتنا في البيانات إن هو في الآخر كل حاجة ما شاء الله عليه الجهاز، إن هو عمل وأنا جبت لكم البيانات وأنا عملت لكم، مش حقيقي. البيانات دي وراها ناس محترمة قوي 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 وبتحب بلدها قوي 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 قوي، مفروض ليها الفضل، واحنا مش محتاجين خبرة منه. وبقولها لسيادة رئيس الجهاز، جهازك مليان خبرة وانت قتلتهم بجد، وبتقتل الجيل الجديد، ولادنا بتقتلهم. لما تحط ابني وبنتي على مكنة مجرد بيعمل داتا انتري، واعتقد كل اللي هيشوفوني في النت فاهمين يعني ايه داتا انتري، واحدة حاطة ايديها على الارقام وهي معاها بكالوريوس، وبقول ما شاء الله بساهم في حلهم عشان حاجة واحدة، هم محتاجين القرش اللي بيقبضوه. موتتهم، نفسي يطلعوا منهم كوادر. انا من يوم ما اشتغلت اتعلمت من الناس الكبار وكانوا بيقولوا لنا اتعلموا اتعلموا، كنت بتعلم وباخد فلوس. الاثنين اتعلمتهم مع ناس محترمه لان ناس فاهمه صح وبتحب البلد دي، لكن ده لا بيدي فلوس ولا عنده استعداد ده بقى ناس محترمه، عشان ما تقدرش الناس دي. وانا لو معايا العلم ومعايا سلاح العلم ومعايا الحقيقه اقدر اقف قدام اي حد، لكن لما جوعك وقت الجواك الطموح خلاص، كل هدفي حاجه واحده، اجيب لقمه يومي وانام بالليل عشان اصحى الصبح مكهول، علشان يعني ارجع اجي تاني عشان اقبض مرتبي اللي هو مش محصل 300 جنيه على عايز طلباتك طلباتك كلها لازم موظفين الجهاز، طلبات ان الجهاز ده يتحرر، لازم يتحرر، لازم يتحرر من رئيس الجهاز ده وكل المستشارين اللي معايا وكل الناس اللي جابهم لنا. احنا مش جهاز عسكري يا جماعه، احنا جهاز احصاء. انا عايز افهم احنا بناخد ميزانيتنا من الدوله علشان ايه؟ ميزانيتي دي بتيجي من ضرائب الناس اللي غلبانه، فانا عايز جهازي بياناتي تطلع للناس اللي تستحقها، مش اكتر من كده. عايز كل بيان بيطلع ويطلع سليم، انا مش عايز الفق بيانات، انا مش عايز اعالج بيان. عايز اسالك سؤال واحد بس.